مساكم الله بالخير يا اخوان، ويا هلا ويا مرحبا. هذا حمر رافدين، طير المدح بالعراق مدح طيب، وجانا عليه مدح طيب وضج عندنا الكويت حقيقه بمدحه وتشوقنا له، وشراه اخوي علي الشرف ما يعادل 2000 دينار دفع كاش، وجاب الكويت وطير الطير، وشفنا مواريه حقيقه طير فاخر كلش بالاداء وبالطيار وباللوت. واليوم سيرنا حق على اخوي علي الشرف، ومن ضمن الجمهور بطلال، وقال له حد يا علي حد كم خاطرك؟ قال له علي تو ب10,000 دينار، وشرى الطير بطلال، وعسى الله يبارك له ويهنيه ومبارك حق اخوي بطلال وعلي الشرف على البيعه. الله يبارك فيك، استاهل يا بطلال. حضور طبعا. شوف للامانه ابو مشاري، هذا الطير شفناه بالبصره بالزبير مراويه صعبه، وطار اليوم بحضور ابو كامل. نعم. الجمهور. نعم. مش علي الحربي. نعم. الملة 20 واحد اللي حاجزين من على المنتج. ما شاء الله اليوم مراوية صعبة، ويستاهل ابو طلال. عسى الله يبارك لكم وتستاهلون. احنا شفناه اليوم شوفه طيبة، عدل كمواري عدل، الطير جاز لي مرة واحدة وعليه مدح من الاول. اي نعم. وامس مادحينه، واليوم قلت له حده عليه ب10,000. شوف يا ابو مشاري، وشرينا والله. طار بالعراق وطار بالكويت عدل، ما غير لا مارسه ولا رسه، نفس الاداء ونفس الجسم ونفس اللوت. والله يوفقهم. الله يسلمك، وراح نطيره ما راح ننزله. تستاهل يا ابو طلال، مبروكين، وعسى الله يبارك لكم ان شاء الله بالمبارك. بارك حق اخوك يا علي مبارك. سمي يا ابو طلال بالمبارك ان شاء الله، تستاهلون، عسى الله يبارك. طبعا هذا فيديو وخبر.